ولازلنا مستمرين طبعا، وبنحصد بقى نجاح اليوم. واحد نجوم الفريق عبد الرحمن سعودي، بنرحب طبعا بيه معانا على شاشه قناه النادي الاهلي. بنرحب بيك يا عبد الرحمن. اهلا بيك، برحب بحضرتك وكابتن هيثم وضيوفه الكرام. اتفضلي، انا جاهز. طيب قول لي، المباراه النهارده يعني الحمد لله كنا مطمنين، مشيت زي اكيد ما كان متخطط لها. يعني انا يعني احنا واحنا في المدرجات حسينا كده. الحمد لله كان ماتش سهل، الحمد لله احنا محضرين له برضه، والحمد لله نفذنا يعني طريقه اللعب المناسبه اللي احنا كنا عايزين نلعب بيها الماتش، وربنا كرمنا الحمد لله. قول لي بقى، يعني في اكيد في اوقات في اللحظات في المباراه، اي ماتش حتى لو انت مسيطر او لو الفريق مسيطر، في اوقات بيبقى بيحصل قلق او بيحصل بعض التعثرات. يعني احنا شفنا ده في لحظات بسيطه في المباراه النهارده، كان دور المدير الفني عامل ازاي؟ هو يعني مش قلق، ممكن الماتش ساعات مثلا بيمشي ايكوال، يمشي نقطه نقطه او حاجه، بعد كده بناخد تعليمات من بره، بنلعب سيرف على مين، نوجه ازاي، بنضرب فين، بنلعب على النقط القوه بتاعتهم، بنبتدي نمسكها كويس، نحضر لها كويس عن طريق الماتش، بعد كده بنبتدي نفرق يعني. طيب يعني الماتش اللي جاي بقى، يعني اكيد كان في كلام في اوضه اللبس بعد المباراه عن الاستعدادات القادمه، او يعني كلمنا عن المباراه القادمه بشكل عام. احنا عندنا بكره ماتش كويس مع فرقه من المغرب، فرقه محترمه. النهارده احنا خلصنا خلاص الحمد لله، بنقفل الصفحه، هنعمل ريكفري كويس. بكره الصبح عندنا تمرين، بعد كده فيديو نتفرج على الفرقه اللي احنا هنلاعبها، نشوف ايه اقوى مراكز عندهم، اقوى نقط عندهم، نبتدي نلعب عليها وننزل ننفذ في الملعب يعني. كلمه اخيره بقى لجمهور النادي الاهلي. اتمنى طبعا، اتمنى يعني زي 2018 2019 لما كنا بنلعب افريقيا هنا في النادي، المدرجات كلها تتملي على الاخر. طبعا ده دعم قوي جدا ومسانده لينا، واحنا يعني دايما بنستناهم، يعني اقوى مشجع لينا يعني النادي الاهلي رقم واحد طبعا. شكرا جدا يا عبد الرحمن. ودي طبعا كانت لقاءاتنا مع نجوم اليوم، وبنرصد الفرحه وبنرصد كمان الاستعدادات القادمه للمباريات القادمه، وان شاء الله نكون معاكم طول الوقت في يعني البطوله، وان شاء الله نحققها في اخر المشوار. كابتن هيثم طبعا يعني بشكرك جدا، وده كانت لقاءاتنا هنا من صاله الامير الفيصل. برحب يعني العوده مره اخرى للاستوديو.